بعد ما حدد لهم مدن الملجأ وكأن ربنا مش عايز حد يقتل، مش عايز حد يموت، يجعل منفذ للحياة لكل إنسان، حصلت آخر موقف والشعب قبل ما يعدي يقول: وتقدم رؤساء الآباء من عشيرة بني جلعاد ابن مكير ابن منسة ومن عشائر بني يوسف، وتكلموا قدام موسى وقدام الرؤساء رؤساء الآباء من بني إسرائيل وقالوا: قد أمر الرب سيدي أن يعطي الأرض بقسمة بالقرى لبني إسرائيل. جم من سبط يوسف ولاد بني منسة اللي كان عندهم بنات واشتكوا، وربنا قال البنات تورث زي الايه؟ زي الولاد. فجم قالوا لموسى: ده ربنا قال الارض هتعطى بالقرعه وكل واحد هياخد نصيبه. قال لهم: كويس. وقد امر سيدي من الرب، امر سيدي من الرب ان يعطي نصيب صلفحاد اخينا لبناته. هنديهم النصيب بتاعه زي ما ربنا قال. لكن ان صرنا نساء لاحد من اصباط بني اسرائيل، لو راحوا اتجوزوا رجالة من الأصباط التانية مش من سبطنا، يؤخذ نصيبهن من نصيب أبائنا، بالتالي الميراث بتاعهم والأرض بتاعتهم هتتحول للسبط الايه؟ التاني، ويضاف إلى نصيب السبط الذي صرنا له، فمن قرعة نصيبنا يؤخذ. ومتى كان اليوبيل لبني إسرائيل يضاف نصيبهن إلى نصيب السبط الذي صرنا له، ومن نصيب سبط ابائنا يؤخذ نصيبهن. وحتى لو جه يوم اليوبيل اللي مفروض كل حاجة تتاخد ترجع فيه، مش هنقدر نسترده. ليه؟ لان دول ما باعوش، دول راحوا اتجوزوا، اتنقلوا بايه؟ بميراثهم. يعني حتى يوم اليوبيل مش هيرجع نصيبنا، وبكده نصيب السبط بتاعنا هيضيع هينقص. فامر موسى بني اسرائيل حسب قول الرب قائلا: بحق تكلم سبط بني يوسف، هذا ما امر به الرب عن بنات صلفحاد قائلا: من حسن في اعينهن يكن له نساء. يعني اللي عايزين يتجوزوه يتجوزوه، ولكن لعشيرة سبط ابائهن يكن نساء. لكن يتجوزوا منين؟ من نفس السبط. فلا يتحول نصيب لبني اسرائيل من سبط الى سبط، بل يلازم بني اسرائيل كل واحد نصيب سبط ابائه. وكل بنت ورثت نصيبها من اصباط بني اسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط ابيها، لكي يرث بنو اسرائيل كل واحد نصيب ابائه. فلا يتحول نصيب من سبط الى سبط اخر، بل يلازم اصباط بني اسرائيل كل واحد نصيبه. كما أمر الرب موسى كذلك فعلت بنات صلفحاد، فصارت محلة وترسى وحجلة وملكة وتوعى بنات صلفحاد نساء لبني أعمامهن. صرنا نساء من عشائر بني منسة ابن يوسف، ففي نصيبهن في سبط عشيرة أبيهن. وفعلا اتجوزوا ولاد عمهم. لكن المبدأ الحلو اللي في هذا الإصحاح، احنا شفنا بنات صلفحاد ازاي كان عندهم جراءة، وازاي كان عندهم ايمان، وازاي كان عندهم ثقة ان هم يطالبوا بنصيبهم، وفعلا ربنا استجاب واداهم الايه؟ النصيب. بس خد بالك انك ما تاخدش ايمانك وحقوقك وبحقوقك تأذي مين؟ غيرك. لازم وانت بتاخد حاجتك تحافظ على حاجة ايه؟ غيرك. اذا كنت عايز حاجتك خدها، لكن ما تأذيش غيرك، ما تضيعش حق غيرك. عشان كده ربنا حللهم الايه؟ المشكلة. عايزين تختاروا اللي تتجوزوه، اتجوزوا زي ما انتوا عايزين، هتاخدوا من سبط ابائكم يفضل الميراث ليكم. عايزين من بره يبقى تسيبوا الميراث. وكأن الله يضع الإنسان دائما في موضع الاختيار. عايز ميراثك، وعايز ان انت اكون معاك، اختار. طول ما انا عايز اتجوز اللي على مزاجي، عايز اختار اللي على مزاجي، حلو اختار.
لكن اعرف ان في حدود للاختيار. اختيارك ده قائم على الله ولا ممكن تبيع ربنا في وسط اختيارك؟ ممكن تتنازل عن ميراثك؟ ده شوفوا الناس دول سبط يوسف دول كانوا غيورين جدا على مجدهم وعلى نصيبهم، وقعدوا يحاولوا ما يضيعش منا حاجة، ما يضيعش من ميراثنا اي شبر ارض. ده رمز للنفس اللي هي متلهفة على ميراثها في السماء، ما تضيعش من حقوقها السماوية حاجة، بتغير عارفة اللي ليها ايه. مش واحد مش عارف هو اللي ليه ايه، مش عارف حتى ميراثه ايه، لا ده بيطالب بيه لانه عارف. واذا كنت هتاخد اختار، ولكن اختار على اساس انك ما تأذيش غيرك او ما تضرش غيرك، وفي نفس الوقت ابني اختيارك على اساس النصيب بتاعك، ان كان نصيب السماء ده انت حاسس انه ليه قيمة كبيرة ولا لا. هذه الوصايا والاحكام التي اوصى بها الرب بني اسرائيل عن يد موسى في عربات مؤاب على اردن اريحة، وده كان اخر نهاية الرحلة اللي سجلها موسى النبي في سفر العدد. وقفوا على شاطئ نهر الاردن وما هم الا حيعبروا النهر لكي ما يمتلكوا ارض كنعان. وبكذا نكون خلصنا سفر العدد، وشفنا في سفر العدد معاملات الله مع الانسان، وان ربنا عايز يدي الانسان وعايز يثبت الانسان. ولربنا المجد دائما ابديا امين.